سفراء هذا الدين خير رسالة لفت صحيفتها السعادة للديار إن كان جدب في الحياة فهم لها غيث هانيء بالسماحة ينهمل ركن الحوار سماء خير قد علت في ظلها الأرض الكئيبة تزدهر ركن الحوار سماء خير قد علت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يوم خيبر: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. مركز ركن الحوار للدعوة للإسلام عن طريق الإنترنت يقوم بإيجاد أرضية مناسبة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام عن طريق الإنترنت في شتى أنحاء العالم. العملية سهلة جدا، ما تأخذ مني لا وقت ولا جهد ولا تكلفة، ولا أحتاج إلى علم شرعي قوي أو مجادلة مع غير المسلمين. في طريقي وأنا راجع من الجامعة قمت بالتوزيع على صناديق البريد. سفراء هذا الدين خير رسالة لفت صحيفتها السعادة للديار إن كان جدب في الحياة فهم لها غيث هانيء بالسماحة ينهمل. ركن الحوار سماء خير قد علت في ظلها الأرض الكئيبة تزدهر. خذنا معك خدمة يقدمها مركز ركن الحوار للدعوة للإسلام عن طريق إرسال كروت دعوية إلى أي عنوان بريدي حول العالم مجانا. قمت بطلب هذه الكروت الدعوية عن طريق خدمة خذني معك في موقع ركن الحوار للدعوة للإسلام، فاستغرقت أسبوعين حتى وصلتني إلى أستراليا. بعد ذلك أتت فكرة توزيع هذه الكروت على صناديق البريد. الهداية بيد الله، علينا بذل السبب دون انتظار النتيجة. ركن الحوار سماء خير قد علت.